الكارنيه لما احنا بنتكلم مع الضباط في ناس كتيره بتتدخل وفي اخ معانا بيطلع الكارنيه. يا ريت مفيش حد مننا برضو يطلع يتفسلك ويقول انا معايا كلمه معايا مش عارف ايه ولا مش عارف ايه ونخش نتكلم مع الضباط. خلينا احنا مستسلمين شويه كلام، مش معنى يعني مش معناه ان احنا احسن منكم في اي حاجه، بس احنا حافظين كلمتين مستسلمينهم سوا. انا خلاص كده تمام. انا بطمع على مين بس شويه براحتك.